مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة تونسنا. دان رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي أحداث العنف التي تشهدها تونس والاعتداءات التي مست المواطنين والإعلاميين والسياسيين وبلغت حد اغتيال الشهيد شكري بالعيدة. وأكد رئيس الجمهورية في كلمة توجه بها اليوم إلى الشعب التونسي بمناسبة عيد الاستقلال أن هذا العنف هو نتيجة عملية تجييش قام بها إعلاميون وسياسيون. كما دعا المرزوقي في خطابه مؤسسات الدولة إلى مراقبة عمل رابطات حماية الثورة وحلها في حال ثبت تورطها في عمل العنف، مشيرا إلى أن للثورة جيشا يحميها وهي ليست بحاجة لمنظمات تنضوي تحت ميليشيات حزبية لحماية الثورة. لذلك علينا بناء الدولة الديمقراطية والمجتمع الحر التعددي بعيدا عن كل أصناف العنف السياسي التي يمكن أن يتواصل سنينا وعقودا في شكل أو آخر، مهددا أهم ما نملك الوحدة الوطنية وإرادة العمل المشترك. هذا العنف هو الذي شاهدنا منه أبشع عينة باغتيال الشهيد شكري بالعيد من قبل مجموعة إجرامية، وقبله سفك دماء عسكريين وأمنيين ذهبوا ضحية واجبهم الوطني، وقبله أحداث السليان الأليمة، ناهيك عن أشكال أقل خطورة لكنها مبعث للقلق الشديد. وفي تعليقه على كلمة رئيس الجمهورية نفى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي دعوة المرزوقي إلى حل رابطات حماية الثورة، وإنما طلبها بضرورة الالتزام بالقانون المنظم لمؤسسات المجتمع المدني حسب تعبيره. وقال رئيس حركة النهضة إن تونس تتجه اليوم إلى إجراء حوار وطني يسكي حسب تعبيره رزنمة عمل المجلس الوطني التأسيسي المتعلقة بالخصوص بإجراء الانتخابات القادمة للخروج مما وصفه بالوضع المؤقت إلى الوضع الدائم. اتهم الأمين العام لحركة نداء تونس الطيب البكوش حكومة الترويكا بالسعي لطمس الذاكرة الوطنية ورفض الموروث الحضاري والإرث التاريخي للبلاد، واصفا موقفها باللا مسؤول حسب تعبيره. وأكد البكوش خلال اجتماع شعبي عام عقده حزبه بولاية الكاف بمناسبة الاحتفال بالذكرى 57 للاستقلال إن حركة نداء تونس ماضية في مقاومة الفكر التخريبي الرامي إلى محو الذاكرة الوطنية، معتبرا أن الاحتفال بعيد الاستقلال له رمزية تدل على أهمية الموروث السياسي للبلاد. وأفاد البكوش بأن الترويكا تقوم بعرقلة الحوار الوطني وتكريس المحاصصة الحزبية، وتسعى حسب قوله إلى فرض نمط عيش ولباس وتفكير يرفضه المجتمع التونسي. عبر المؤرخ عبد الجليل التميمي عن استغرابه مما وصفه عدم وجود مظاهر احتفالية في تونس بمناسبة إحياء الذكرى 57 للاستقلال. وعلق التميمي خلال تصريح إعلامي على عدم اكتراث الحكومة والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام بالاحتفال الرسمي بهذا التاريخ على عكس ما يحدث في تركيا مثلا على حد تعبيره. وقال المؤرخ إن المجلس التأسيسي لا يمثل أهداف الثورة التونسية، منتقدا فشل الأخير في كتابة الدستور على حد قوله. جدد أنصار الجبهة الشعبية وقفتهم الاحتجاجية المبرمجة يوم الأربعاء من كل أسبوع أمام وزارة الداخلية بالعاصمة للمطالبة بالكشف عن الجهات التي تقف وراء اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بالعيد. وقد رفع المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة ولحركة النهضة بالخصوص، معتبرين أن الحركة تقف وراء عملية الاغتيال وأنها تتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية نتيجة التشجيع على العنف حسب رأيهم. قرر المكتب التنفيذي لحزب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية تجميد نشاطه السياسي في ظل تواصل تجميد رئيس الحزب محمد الهاشم الحامدي لنشاطه السياسي الذي أعلن عنه أول أمس الاثنين. وأعرب المكتب التنفيذي في بيان أصدره اليوم عن تضامنه المطلق مع رئيس الحزب ورفضه لما يتعرض له من إقصاء سياسي وإعلامي ممنهج حسب تعبيره. يذكر أن محمد الهاشم الحامدي كان قد أعلن عن قراره تجميد نشاطه السياسي مؤقتا إلى حين صدور قرار المحكمة الإدارية بشأن المنشقين عن العريضة الشعبية في المجلس الوطني التأسيسي، واحتجاجا على ما أسماه بالمظلمة السياسية والإعلامية المسلطتين عليه وعلى حزبه منذ أكثر من عامين.
أكد نائب رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بصفاقس تمسك عمال المخابز بالإضراب المزمع تنفيذه غدا إلى أن يتم صرف مستحقاتهم المالية، مفندا بذلك أعلن وزارة التجارة القاضي بإلغاء الإضراب. وأشار نفس المصدر إلى أن قرار إلغاء الإضراب يتخذه الاتحاد العام التونسي للشغل وليس وزارة التجارة. في المقابل أكد المكلف بالإعلام بوزارة التجارة أنه لا موجب للإضراب، لأن الوزارة أوفت بتعهداتها ووقعت اتفاقية تحيين سعر مادة الفارينة، كما أضاف أنه سيتم صرف المستحقات المادية بداية من غرة أفريل المقبل. دعت منظمة Human Rights Watch في بيان لها السلطات التونسية لتعديل القانون المتعلق بالتشهير بأسرع ما يمكن، بما يجعله يتناسب مع المعايير الدولية لحرية التعبير، وذلك على خلفية إمكانية تسليط عقوبة بالسجن قد تصل إلى سنتين ضد الأستاذة رجاء بن سلامة والمدونة ألفة الرياحي بسبب الكشف عن تجاوزات مزعومة لوزير الشؤون الخارجية والمقرر العام للدستور بالمجلس الوطني التأسيسي، حسب ما جاء في بيان المنظمة. قرر النائب العام المصري حبس أحمد قذافي الدم منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد العقيد الراحل معمر القذافي 30 يوما على ذمة التحقيق عقب تسليم نفسه للشرطة المصرية والشرطة الدولية الانتربول أمس بعد حصار منزله، كما اعتقلت الشرطة أيضا مسؤولين ليبيين سابقين استجابة لطلب الحكومة الليبية. وقال رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري إن مكتبه قرر حجز قذافي الدم 30 يوما لاستيفاء شروط تسليمه لليبيا. أعلنت السلطات الفرنسية أن بصدد التحقق من صحة خبر إعدام أحد رعاياها المختطفين في مالي منذ نوفمبر 11 و2000 على يد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ردا على التدخل العسكري الفرنسي. فترة الحرب الفرنسية على الإرهاب في شمال مالي ودخولها منعرج لا عودة، منعرج برزت خطورته بعد مقتل رهينة فرنسي اختطف في شمال مالي في نوفمبر الماضي رفقة مواطن فرنسي آخر، وحملت تنظيم القاعدة فرانسوا أولوند مسؤولية حياة بقية الرهائن الفرنسيين. فرنسا التي سارعت إلى التدخل في مالي لحماية مصالحها هناك على حد وصفها، وجدت أمامها عائقا كبيرا وهو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامية الذي منفك يتوعد بالرد على فرنسا بسبب حربها على المجموعات الإسلامية في مالي. تنظيم القاعدة توعد بالتصعيد وهدد بإعدام 6 رهائن فرنسيين اختطفوا الشهر الماضي من مالي على الحدود مع النيجر في حال عدم توقف فرنسا عن عملياتها العسكرية في جبال إيفوغاس أقصى شمال مالي. رسائل التهديد المتواصلة التي يبعث بها تنظيم القاعدة لفرنسا لم تثني الأخيرة عن مواصلة حربها على المجموعات المتشددة، وما زالت المعارك متواصلة بين القوات الفرنسية المتحالفة مع القوات الإفريقية وبين الجماعات الإسلامية المسلحة المتحصنة في سلسلة جبال إيفوغاس المعقل الأخير للمتشددين. رغم إعلان فرنسا سحب قواتها التي بلغت نحو 4000 جندي ابتداء من أفريل القادم، ورغم قصر مدة الحرب التي خاضتها القوات الفرنسية لطرد المتشددين الذين سيطروا على الشمال إثر الانقلاب العسكري في العاصمة باماكو، إلا أن تكلفة الحرب ستكون باهظة بالنسبة للفرنسيين، خاصة في ظل وجود حوالي 14 رهينة فرنسية محتجزين من قبل تنظيم القاعدة. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في كلمة بمطار بن غوريون أمام الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التزام بلاده بأمن إسرائيل. وفي أول زيارة رسمية له كرئيس للولايات المتحدة، يأمل أوباما في فتح صفحة جديدة في علاقاته مع الإسرائيليين والفلسطينيين أثناء وجوده في المنطقة لمدة 3 أيام. وفي سياق متصل، تظاهر عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة ضد زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الأراضي الفلسطينية غدا الخميس، ونظمت القوى والفصائل الوطنية والإسلامية مسيرة احتجاجا على زيارة أوباما لمدينة غزة، ورفع المشاركون فيها لافتات تندد بالزيارة، كما نظم مئات من أهالي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تظاهرة في بيت لاهايا شمال قطاع غزة أحرقوا خلالها صور الرئيس الأمريكي. نبه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال حديث إعلامي من إمكانية تحول سوريا إلى قاعدة إقليمية للجماعات المتطرفة والإرهابية، مشيرا إلى إمكانية تفكك سوريا بصورة تؤدي إلى صراعات طائفية في جميع أنحاء المنطقة.
من جهتهم قال مسؤولون بريطانيون أنهم يعملون مع حلفائهم الدوليين من أجل التحقق من مزاعم باستخدام القوات السورية الحكومية أسلحة كيميائية ضد مسلح المعارضة وسط تبادل التهم بين النظام والجيش الحر بشأن إطلاق صاروخ كيميائي استهدف قرية بريف حلب مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. قال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي إن استقالة وزير الموازنة الفرنسي جيروم كوزاك من منصبه بعد الاشتباه بامتلاكه حسابا مصرفيا في سويسرا ستضعف الحكومة الفرنسية. وجاءت استقالة كوزاك بعد 3 ساعات على إعلان النيابة العامة فتح تحقيق حول احتيال ضريبي في القضية. وشدد الوزير المستقيل إثر ذلك في بيان على براءته وندد بما وصفها الافتراءات التي تضمنها الاتهام بأنه يملك حسابا في مصرف سويسري. أفادت تقارير إعلامية أن هجومين مزدوجين بالقنابل استهدفا وزارة الخارجية ومقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة التركية ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل. وألقت الشرطة التركية القبض على شخصين إلا أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذين الهجومين. ويتزامن هذا الاعتداء المزدوج مع تأكيد الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان أنه سيدعو الخميس بمناسبة رأس السنة الكردية قواته في حزب العمال الكردستاني إلى وقف إطلاق النار في بادرة مرتقبة تعزز الأمال في إرساء السلام ووقف النزاع المتواصل منذ سنة 84 و900 و1000. رفع الجيش الكوري الجنوبي الأربعاء درجة التحذير من هجوم معلوماتي بعد التعطل المفاجئ لأنظمة الكمبيوتر لدى محطات تلفزيون رئيسية وبنوك فيما تركزت الشكوك الأولية على كوريا الشمالية. وقالت وكالة أمن الأنترنت الكورية أن شبكات الكمبيوتر لدى 3 محطات تلفزيونية تعرضت لشلل جزئي أو كامل. وقال مفتش من فرع المعلوماتية بوكالة الشرطة الكورية أن العطل يبدو ناجما عن فيروس أو رمز تخريبي ملمحا إلى عملية قرصنة منظمة. بهذا الخبر مشاهدينا نصل إلى ختام نشرتنا، نلقاكم في مواعيد أخبارية لاحقة.